وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد إبراهيم زينل، رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السابق. سيد زينل، كان مجلس سموه العامر مفتوحا دائما على مصراعيه للتجار ورجال الأعمال أيضا، ولا يكاد يمر أسبوع إلا ويحرص سموه رحمه الله على لقائكم إيمانا منه بأهمية دوركم في عملية التنمية. أنتم كرواد أعمال كيف تنظرون اليوم لقطاع الأعمال بهذه الخسارة الكبيرة على مستوى البحرين والعالم أجمع؟ أبدأ هذه المداخلة أولا بتقديم خالص العزاء والمواساة إلى القيادة الرشيدة جلالة الملك المفدى وصاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء، وإلى أبناء الفقيد والأسرة المالكة بفقدان هذا الفقدان الكبير لصاحب السمو الأخير خليفة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. كان الفقيد حقا رجل دولة مخضرم يعرف كيف يتعامل مع الأحداث مهما كانت جساما، يتخطى العقبات وبنى الدولة الحديثة لمملكة البحرين، ولعب دورا أساسيا ومتميزا لفترة طويلة منذ بدء الحياة الحديثة وتنظيم مؤسسات الدولة. كان الفقيد يمتلك طاقة وقدرة على التفكير السليم وإدارة دفة الحكم من خلال مجلس الوزراء والإشراف على كل الأمور التنظيمية من أجل استقرار وبناء الدولة الحديثة. وكان رحمه الله حريصا على المعرفة الشخصية للمواطنين كافة، ومتابعا لأمورهم ومساندا وداعما للقطاع التجاري والأنشطة الاقتصادية. كقطاع رجال الأعمال فإنه لا يمكن أن ننسى دوره الأساسي في دعم هذا القطاع وتعليماته وتوجيهاته المستمرة إلى كافة الوزراء والمسؤولين بأن يتم الاستئناس والأخذ برأي غرفة التجارة في كافة الأمور والقوانين التي تتعلق بالاقتصاد والتجارة. وفي معظم الحالات كان يقف موقف الداعم والمساند للقطاع التجاري وتسهيل أمور التجارة والصناعة، وكان يكرر دوما أن القوانين يجب أن تكون حافزة لمزيد من النشاط التجاري وتتوافق مع تطلعات أصحاب الشأن أي التجار. حتى عندما تكرمت الدولة بموقع جديد لبناء مبنى الغرفة، كان يتابع شخصيا كل الأمور من بداية التخطيط والتفاصيل الصغيرة إلى أن تم الانتهاء من بناء هذا الصرح وتم افتتاحه من قبل سموه. كما لا يمكن أن ننسى دور سمو الفقيد في إرساء ودعم تنمية القطاع المصرفي في مملكة البحرين في السبعينات من القرن الماضي، بحيث تمكنت البحرين من استقطاب أكبر المؤسسات المالية العالمية وساهمت في خلق قطاع من المصرفيين من أبناء البحرين لقيادة هذا القطاع، وما زالوا هم مستمرين في التصدي للقطاع هذا. لا ننسى مجلسه الأسبوعي كان منبرا لتجاذب الأحاديث والاستماع إلى كل ما يدور في المجتمع من أمور وتوجيه النصح والإرشاد للجميع، وكان يكرر دائما ويلح بالطلب أن يتم إبلاغه بأي موضوع يود قطاع الأعمال طرحه، ويدعو الوزراء المعنيين بحضوره الشخصي للاستماع إلى وجهة نظر القطاع الخاص. لا شك أن البحرين فيه شخصية وطنية همها الأول والأخير مصلحة أبناء البحرين والارتقاء بالعمل الحكومي لتحقيق حياة كريمة للجميع. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه واسكنه فسيح الجنات، وشكرا لكم. اللهم أمين. إذن السيد إبراهيم زينل، رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السابق، شكرا جزيلا لك.